ألي، شو أحلى شعور بالعالم؟ إنك تسعدي شخص، تعرفي حالك قدرت تخليه يبتسم أو يحس بالفرح. شو الشعور يلي بخالجك لما تحضري حالك من 10 سنين؟ ياي، كنت عم فكرك عم بحكي بالموضوع اليوم بالباكستيج قد ما بحب أحضر حالي. أول ما بلشت كنت حب أحضر لأكتشف الأغلاط. هلأ ما بحب وما إلي جلادي. هلأ وقت بيمرق شيء قديم بصير هيك انه بلا بعدين معلي صوتي، بصير اذا حدا قاعد بصير بحكي على العالي تيلته فيي ما يعودوا يطلعوا. بتحسي انه حديثك صار انضج هلا؟ اكيد هلا ما في شك، قعده الكاميرا، الرهبه، كل شيء تغير 100%. شو الشعور لما تطلعي على بيروت من شباك الطياره وانت طايره فوق؟ قلبي بدق مليون. شو الشعور لما تسمعي اغنيه لسلوى القطري؟ ببتسم وبنبسط وبيكبر قلبي، وبذات الوقت في اشتياق كتير كبير. شو أبشع شعور بالعالم؟ نهار اللي فقدت سلوى كان أبشع شعور، وبالنسبة لي ما بيجي أبشع منه، مشان هيك كل الصعوبات اللي مرقت فيها لقيتها كتير هينة من وقتها. صرت قسيتي يعني؟ ايه قسيت بصراحة، وبتأسف إني قسيت هالقد، وبتأسف إني بسمعها من كتير عالم. بس بتكبري 20 سنة بلحظة وبتقسي غصبا عنك، اوقات بتقسي على ناس، ايه وبتقسي على ناس ما بيكون قصدك، بس لانه بدك تعملي نوع من ديتاشمون، بتصيري تخافي بقى، تتعلقي زياده، فهيدا الشيء بيخلق بشكل عفوي. يعني برجع بقول بعتذر من كل شخص قسيت عليه بلا ما اقصد، بس هيدي صارت خوفا من انك تتعلقي وترجعي تفقدي. ايه مع العلم انه برجع بقول لك ما في مثل خساره الام، يعني هيدا اصعب شيء جدا. شو شعورك تجاه ميشو؟ بدي خبرك شيء. ايه اول انترفيو عملته بكاريرتي كان مع ميشو. مش معقول ميشو، كل ما بيجي حدا في عنده فكره خاصه معه. تعرفتي على ساندي؟ ايه تعرفنا على السريع. وهلا ساندي. اوكي بدي اعطوك هلا ارجوان.